ومنهم أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصاحب بيت مال أمير المؤمنين، وكان من خاصة أوليائه والمستبصرين بشأنه. له كتاب السنن والأحكام والقضايا، جمعه من حديث علي خاصة، فكان عند سلفنا في الغاية القصوى من التعظيم، وقد رواه بطرقهم وأسانيدهم إليه، ومنهم أين علي. هو؟ نعم، أين هو؟ مو السؤال موجود، كلام فاضي، كلام فاضي. أي نعم، ومنهم علي بن أبي رافع، وقد ولد كما في ترجمته من الإصابة على عهد النبي فسماه عليا. له كتاب في فنون الفقه على مذهب أهل البيت، وكانوا عليهم السلام يعظمون هذا الكتاب ويرجعون شيعتهم إليه. قال موسى بن عبد الله بن الحسن: سأل أبي رجل عن التشهد فقال: أبي هات كتاب ابن أبي رافع، فأخرجه وأملاه علينا. واستظهر صاحب روضات الجنات أنه أول كتاب فقهي صنف في الشيعة، وقد اشتبه في ذلك رحمه الله. ومنهم عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي ووليه: سمع النبي وروى عنه صلى الله عليه وآله وسلم قوله لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. أخرج ذلك عنه جماعة، منهم أحمد بن حنبل في مسنده، وذكره ابن حجر في القسم الأول من إصابته بعنوان عبيد الله بن أسلم، لأن أباه وأبا رافع اسمه أسلم. ألف عبيد الله هذا كتابا في من حضر الصفين مع علي من الصحابة. رأيت ابن حجر ينقل عنه كثيرا في إصابته فراجع. طيب، هذا يعني عبيد الله بن ابي رافع اول شيء من اهل السنه، زين. ثاني، جمع اسماء اللي شاركوا في صفين من الصحابه، الف تاليفا كتابا. ماشي.